انا عايز اسالك بقى على حاجه مهمه قوي، ان فعلا في ستات هي انفصلت عن زوجها لاي سبب من الاسباب، يس، وهي احنا بنتكلم على الحاله اللي هي فعلا عايزه تتجوز، مش بنتكلم عن الحاله اللي هي مقرره ان هي هتقعد لاولادها. اوكي. اللي هي عايزه تتجوز بس بتفكر ان هي خايفه من المجتمع او خايفه ان هي برضو تيجي على اولادها، فدي في الحاله دي تعمل ايه او تفكر ازاي؟ اقول لك ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل في ارض الواقع، ودي الحاجه اللي تقلق، ان بقينا نسمع عن حالات كتيره انها بتتجوز فعلا بس بعيد عن اولادها وبيتها، فبقى يعني هي تتجوز وممكن يكون هو كمان متجوز وسايب معاه اولاد، بس يعني بيلتقوا في مكان ثالث. طيب الوضع ده علشان هي تبعد القلق عن ولادها وهو يبعد القلق عن ولاده، اللي بيحصل ايكوال علاقة مش طبيعية. لان انت بتبقى قاعد في حتة بالك في حتة تانية، ده ابسط حاجة يعني. أكيد، عايزين نكمل في المواضيع دي، بس أيوة انت في حتة بالك في حتة تانية طبعا، وحاسس انك تعمل حاجة مش مظبوطة ومش صح. اكيد. طيب في الحالة دي لا هقعد اتجوز، بس لو سمحت في الفترة دي من فضلك اعرفي نفسك كويس قوي. وادرسي نفسك كويس قوي، واعرفي ليه ما مشيتش الحالة الأولانية، واعرفي انت عايزة ايه، محتاجة ايه، وشيلي المسؤولية، لأن هي مش بس انت اللي هتتوجعي بقى المرة دي، ده انت والولاد.